والرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. في الليلة التي بها أسلم فدينا المجيد، ثنى لنا لذكره فريضة عهدي. إنه بعد العشاء أخذ خبزا وشكر، وبعد ما باركه قال: وبعد هذا رفع الكأس وقال إذ شكر: خذوا اشربوا جميعكم منها، فذا خير أثره.